الحاجة بشعة شيخي، الحاجة بشعة. وقلت لك كنا فتحين محل أنا وأخوي شركة ومستورين يعني، ويطلعوا علي هل يعني عايشين أكتاف الأجاويد مثل ما بيقولوا. إيدي راحت وعيني وبطني هي فتحت هوني، يعني حتى صدري كله شظايا كان مليان، شالوا له حتى في صفايح في صدري هلا. اليوم اليمني راح الطاوله، اليسرى فيها ضمور. بدي عمليه قرنيه ووصل شبكي، قالوا لي بتكلف 11,000 دولار وانا ما عندي يعني هالمبلغ هذا.